باللهجة العامية، بمعنى يبحث عن شيء بقوة وبدون ترتيب. بس شخص ممكن أن يقابلك سرا. حبيب. غيره. شخص قريب. تسمية تبدأ بكلمة فص. بس فيلم عراقي تاريخي. ليالي الذيب. اسم مدينة تركية. اسطنبول. غيره. سامسونج. من هي؟ سامسونج. سامسونج؟ اسم مدينة. اسم مدينة سامسونج. ما أعرف، أنا بدي أسألك. سامسونج مدينة تركية؟ لا هي منطقة. منطقة. سامسونج. هي سامسونج. هي إذا سامسونج هي منطقة أو مدينة؟ مفروض مدينة. خلينا نشوف. سامسونج. خلينا نشوف إذا موجود. خلينا نشوف إجاباتك إيش قد جابت. إذن أخ عمر بدي نشوف إجاباتك. نعم. اللي جاوبتنا عليها الأسئلة الخمسة، وإحنا رايدين من عندك 126 نقطة بعد ما جاب الأخ بارق 74. صحيح. وكان السؤال الأول هو باللهجة العامية، بمعنى يبحث عن شيء بقوة وبدون ترتيب. قال يدور ضعيف 12 نقطة. أنت ما جاوبت لانه اجلته، يمكن ما اعرف. اي نعم، اعطيته باس بالوقت اللي هو باس. اي نعم. وخلص الوقت. هو يبحوش. يبحوش. ينغبش. اعتقد هالشكل يبحوش. مو؟ نعم. ينغبش. يبحوش. اي نعم. السؤال الثاني، شخص ممكن ان يقابلك سرا. قال حبيبي 32 نقطة. انت قلت حبيبي، قلت لك غير. ظل يا صافن. قلت لي شخص قريب. او شخص قريب. شخص قريب ايضا خطأ. رجل امن. شخص لربما شخص مهذب، شخص عنده ثار وياك. سرا. خايف صفرين. هنا تبدي المآسي. السؤال الثالث، تسمية تبدأ بكلمة فص. اجله وما جاوب عليه. فص. فص ثلج. فص ملح. فص ثوم. فص الماز. فص. هم صفر. اخ يا ها ست نوروز، لو انت جايب مكان فص تعرفيها. فص ثوم. فص بصل. السؤال الرابع، فيلم عراقي تاريخي. اثنيناتكم ما عرفتوا، اجلتوه بعد انتهى الوقت. انت قلت ليالي الذئب، لانه حتى اي حتى لو قايل وانا اكون فيلم اصلا، ما اكون فيلم اسمه ليالي الذئب. واذا ليالي الذئب ها وين يا ابو اكل؟ قادسيه. اكل ابو خد نصار. اكل ملك غازي. اكل مساله الكبرى. والسؤال الاخير، خمسه، اسم مدينه تركيه. قال اسطنبول، وهي اشهر من 30 نقطة. أنت قلت اسطنبول، قلت لك قلت أنت غيرها، قلت لك غير 30 نقطة بعد ما أخذت. أنت قلت سامسونج. سامسونج موجودة، لكن ال 82 مدينة اللي هي شكل محافظات، يعني انطاليا، انطاكيا، بيدروم، انقرة، بورصة، مرمريس، ضيعة هواية.